تقريبا اول مره اصور لكم بالطريقه دي وبالشكل ده، بس فيديو النهارده مختلف. فيديو النهارده مش زي اي حاجه، لاول مره هجرب اعمل فلوج ويا رب تنجح. هاخدكم لبلد تل العمارنه او مكان يعني، فالبلد دي هي بلد اخناتون، وهوريكم شويه حاجات هناك ونهر النيل والدنيا هناك والسفر وكل حاجه اوريها لكم. ف اول مره اعمل فلوج فان شاء الله يعجبكم وبس كده. ويلا انطلق، مش عارف بس يلا. اول مره اعمل فلوج صعبة شوية، مش عارف تسمعيني ولا لا اصلا، بس يلا بينا. وصلنا يا رايق، يعني اظن احلى من كده مفيش، والنيل بقى والدنيا سامعني اظن. ولسه انا لسه وصلي حالا، فلسه مصورتش كتير، بس يعني اظن اصور اكتر. و بص المنظر، منظر ورا يا جدعان خيال. ف بس كده صور اكتر وبعد كده هوريكم بلد اخناتون تل العمارنة. اكملت الفلوج البلد ويعني تل العمارنة وكده، ففي حاجة هنا زي ايقونة او حاجة زي كده الشيخ احمد، فانا هوريلكوا دلوقتي والمدفن والمكان بتاعه يعني يعتبر. وبس تعالى اوريلكوا ده المدخل بتاعه كده، وتعالى اوريلكوا يلا بينا. واتقوا يوما لا تجزي